أيهما أفضل، الصبر أم الشكر؟ الصبر على الابتلاء، السبب مختلف، الصبر على الابتلاء والشكر على النعمة. نعم، أحسن الله يعني إليكم. اختلفوا هل أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول أفضلهما أي أكثرهما، أفضلهما أكثرهما إيمانا، أفضلهما أكثرهما إيمانا. نعم.